السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي تي ناين مدرة. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو عم جرب فيه اللعبة الجديدة اللي نصحني فيها واحد من الشباب على الديسكورد، اللي هو أمجاد. شكرا لك على النصيحة. وعم شوف اللعبة، بصراحة الانيميشن اللي أنا شايفه باللعبة كتير كتير سفاح. يعني أنا هلأ أول مرة عم جربها للعبة، خليني أحط التليفون سايلنت بس مشان النوتيفيكيشنز. واللي شايفه بصراحة من هلا انا بكبس على مو فهمان شي لسه من اللعبة، بس شوفوا الانيميشن مع احلاه تبع اللعبة. يعني الجرافيكس تبع اللعبة فوق ما كنت متصور. انا كنت شايفها يعني شبه رسوم وهالقصص ومدري شو، بس والله على حسب مشايف شكل اللعبة كتير مثيرة للاهتمام. هلا انا لساتني بالقايد، هلا نزلت اللعبة لسه وما بعرف اي شي بصراحة عنها، بس على حسب مشايف كأنه فيها سيوف وما سيوف والقصص. أنا بصراحة كتير أنا من عشاق ألعاب السيوف. توقع هاي المحادثة فيني أعملها سكيب. وبعدين حتى إذا بتلاحظوا شوفوا اللغة بالإنجليزي عم يحكوا الألعاب الشخصيات. أنا شايف قبل هيك بصراحة أكتر من فيديو، هاي ما بعرف شو هاي، برولوج بيعطوني هون 80 جيم أعتقد. you have not fulfilled this condition. باخذ اكس بي وجولد، هدول اعتقد هي الكرنسي تبع اللعبه اللي هي الجيمات او الدايموندز تبعت اللعبه هي. لسه بصراحه مو مبين معي من اللعبه سيئه ولا منيحه، مو مبين معي منيح منها، بس اعتقد بصراحه يعني شكلها حلوه كثير. لانه يعني انا شايف اكثر من شخص على اليوتيوب 7 day gift exos festival open، في ايفنتات كتير. يعني انا شايف maintenance update. طيب هلا احنا اعتقد هلا بدنا نخلص ال نكبس هون، بدنا نخلص الديمو. Keep checking it. Stars collected during the journey can be used to get rewards. النجوم don't forget to collect them. مثل ما قلت لكم النجوم هدول اللي تحت، لما اعبي العداد باخذ من المرحله لما العبها نجوم، ونجوم هدول بيعبوا لي العداد اللي تحته، وهذا العداد لما يكتمل باخذ جيمات اعتقد. هون هلا forward back left right please. طيب هو هون عم يقول لك انه انت تحرك لعند المكان هاد. والله شكلها حلوة بصراحة. هلا انا اكتر شي عجبني طريقة الجيم بلاي، الفايت والهيك الانيميشن والرسم والجرافيكس تبعها كتير كتير حلو. وانا شفت فيديوهات على السامنز تبعاتها، في ناس كتير نصحوا انه اذا بدك تبلش بري رول تبلش بشخصية اسمها نسيت شو اسمها بصراحة، اسماء تبعات شخصيات هاي محادثة ما بتوقع اني انا محتاج اني اقعد اقراها كله. بس والله شي حلو شكل هاللعبة بصراحة. اللي كتير اللي بحب الالعاب هاي تراي تابين. اوكي انا بصراحة اكتر شي متحمس له هو السامنز، بدي اشوف السامنز. انا شفت فيديو للسامنز تبعها كتير كتير شكلها ممتع. السامنز بينطوا من على سفينة وبيطيروا وبيعملوا بيساووا. new skill has been added. اعتقد هي فيها مانا، سكيل ريكواير مانا. السبيشالات هون كان اعتقد اذا انا بضربه رايت كليك عاديه ما بحتاج مانا. هلا صار معي مانا بعد ما ضرب زينو اتاك انمي. اعتقد لما انا اضرب الانمي بصير عندي مانا، والمانا بستخدمها لحتى اعمل السكيلات. يعني طريقه اللعب كثير متطوره. خلينا نكبس عليه. يا الهي شوف السيف اللي حامله وما اكبره. والله شكلها حتعجبني اللعبه، بس لسه بالضبط كيف هيك ممتاز. وانا عندي شخصيتين كانه، ولا انا شخصيتي. خلينا نستخدم السبيشال تبعه. والله شيء جميل. وعلى فكرة في اوتو
بس تخلص ستوري معينة بصير في عندك اوتو. هلا انا ما عاد عندي مانا فما عاد فيني اعمل السبيشل تبعي. طب هلا كان يموت تمام. لا لا بصراحة لحد الان انا كتير عاجبني الانيميشن والرسمة تبعها والحركة. شوف شوف ما احلاها. انا مو كتير يعني هلا انا ما كتير بلعب العاب اللي هي مو متعلقة بالانمي، بس اللعبة لما اشوفها انا بتستاهل والرسم تبعها حلو بجربها. يعني هلا انا اخر شيء لعبت بعد 7 Deadly Sins، هلا عم بلعب 7 Deadly Sins وعم جرب بلاك كلوفر لاني انا من عشاق بلاك كلوفر. بس هي نصحني فيها مثل ما قلت لكم واحد من الشباب وقال لي انه اذا انت بتحب الالعاب اللي فيها الجرافيكس واللي فيها رسم حلو وتحريك حلو هي اللعبة حتعجبك. فانا هلا بس عم جربها، حبيت شارككم بس التجربة لاول مرة. شو رأيي باللعبة؟ صراحة والله اللعبة شكلها حلو، بس انا مثل ما قلت لكم بدي اوصل اول شيء للسامنز ووصل تفهم شو انت هدف من انك تلعب اللعبة. بعدين حلو انه بيحكوا بالانجليزي. اعتقد ما في انمي يعني اللعبة مو مقتبسة عن انمي او شيء. هلا نختار اسم ال طيب CP9 مدر. هلا بضحك علي. هلا انا ما صراحة يمكن لازم اقرا القصة. كان افضل لو قريت القصة عشان اعرف عن شو عم تحكي اللعبة، بما انه ما في انمي او شيء فاكيد اللعبة حيكون لها قصة مختلفة. بس هذا الشيء كمان ممكن يكون حلو انه اللعبة بما انه مو مقتبسة عن انمي ففيهم يكبروا القصة ويطولوا القصة قد ما بدهم، يضيفوا شخصيات قد ما بدهم. بعد هيك خلصنا التوتوريال، احنا كتير بسيط شكله التوتوريال. وحس حالي اون تشيك تاب ذس. اوكي بنحط له اكويبمنت مثل جير يعني باللعبة 7 Deadly Sins. بيقول لك شو السكيلات الباسيف تبعه، بتفتح على الفور ستار. هاي السبيشال اللي عملتها انا باخر فايت، هاي البيرست اند كان بي يوز ناو. هلا اتعلم سبيشال جديده. اتس ا باورفول سكيل ذات يوزز اول كرنت. هاي الهي هلا اللي هون بدك تستخدمها بده يكون عندك شويه مانا، وهي مثل الالتيميت بتروح المانا كلها تبعك، بس بسموه البيرست سكيل. اعتقد هلا نحن حنجربها. ريسيف بيفور. هاي جمات بما انه خلصنا ستوري ممتاز. نكبس هاي ستار اني انا قطعته وهو عم يمشي. بس رسم الشخصيات الصغيرة هاي حلو. طيب هلا اعتقد هون في حيكون في قصص واخذ وعطي، ما في داعي نشوفهم. عم خلص ميشنز بدون ما اعرف يعني. هيرو جوين. هذا انضم لي وهي كمان انضمت لي. حلو بدون ما نعمل سامنز عم ناخذ شخصيات. You can borrow the knowledge of others. شوف شلون تيمي عم يمشي وراي. اعتقد هاي المحادثات ما بيكون لها طعمة كتير، بس اللي بيكون عم يحكي معي هذا الطائر الصغير هي اللي بتكون فيها شرح عن اللعبة. اذا بنعمل سكيب فوت على الفايت دغري صار عندي اكتر من شخصية. حلو هلا الشخصيات الجداد اللي ضفتهم انا فيني استخدمهم لحتى اضرب. Some enemies that you meet are heroes with guardian stones. Luffy is darkness. هو عنده هدول اللي فوق اعتقد هدول الدائرتين.
هذا سفاح. هلا هو كان عنده مثل ستونز، انا كسرت له اياهم الستونز. بس اكسر الستونز يمكن بينشال. والله ما بعرف. طيب هلا هو كأنه مشلول، هلا اذا بضربه شو بصير؟ طيب هلا نحدد. اي معي معنا بس ما فيني استخدم سبيشال لانه بعيد عن عم بيت العالم بالغلط. ضربتي مع السيف تبعهم احلاها. طيب خلينا نضرب هذا كمان بالسيف معنا. هو حسب ما فهمت انا صار عندي هلا سبيشال. خلينا طيب لا هي جربناها، هي اللي بتضرب ضربة سيف. لا صراحة الجرافيكس تبعها كتير كتير حلوة كتير. ممكن القصة والهذا تكون فيها مشكلة، بس الجرافيكس كتير حلوة. حتى إذا لاحظتوا السلو موشن اللي عم يعملوا لنا اياه. أو بعد كل ميشن لما خلص مرحلة بلافل واخذنا 10 جمات كونفير. ما بدي روح نيكست ستوري، انا ما بدي اضيق لكم خلقكم، خلص الستوري كلياتها هلا بالفيديو. انا بصراحة مستنى حتى اعمل سامنز. اعتقد هون بنكبس ناخذ ال هدول شو هدول شخصيات ياهو. مين هاي؟ شارج. انا ما عندي اي علم شو عم يصير. هدول جمات اعتقد 700 اللي هي اكس اي اس هي الجمات، والجولد ما بعرف لشو مستخدمه. اي تي سي. طيب هلا انا بدي اعمل سامن. وين السامن؟ باور سيفين. حلو. طيب انا طلعوني من هون خذوني على السامنز. يمكن ما فيني اطلع لانه هذا مثل ديمو. ادفنتشر مو هي، بعتقد الستوري اللي بعدها. الباور تبعي 190,000 والله منيح شغال على التيم تبعي. تيمي ب 7 ديدلي سينز بعد 3 شهور ما صار 190,000. طيب سكيب خلص، انا هلا فهمت اللعبه كلياتها، ما عاد في داعي. اوف 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 هذا شكله كثير ضعيف. هذا شوف مع شلون هذا المطرقه اللي معه البلد. انا بس بدي افتح الالتيميت. تعال نشوف هاي الضربه تبعه شو فيها. حلو. طيب فيني غير انا بين شخصياتي. ما بعرف فيني غير ولا خلاص ثاني. جاهزه هي. تعال نشوف اون اول انيميز. هي بيضرب. حلو. لا تقلولي لا تقلولي احلى انيميشن ممكن تشوفوه. طلعت هاي فيها ستيشن. انا متحمس وعملت الالتيميت هنيك. بارتيكولر جارديان ستون. طيب هذا انا اعتقد شفته قبل شوي، يعني خدها ارجع اشوفه. هون تحت بيحطوا لك الدور، دور مين؟ هلا بعد هذا دوري، بعدي هذا النمر بيضرب المفروض، بس هو مشلول فانا بضرب. هلا انا شوف انا هذا عباد عم يدق لي هلا بقنعه باللعبه. لانه كل ما انا اجرب لعبه او هو يجرب لعبه الثاني بيلحقه. شوف
هاي الكي او شفتوا مع احلى السلو موشن اللي صارت. لا بصراحة انيميشن فظيع. بس انا بدي اشوف بس نخلص الستوري والهذا التوتوريال. شو هاد؟ لفل. بدنا نشوف هلا الشخصيات قديش ممكن يوصل ليفلهم كل هالقصص. فتحوا لي تاب هير. خلصنا تشابتر 1. لا ما في داعي اجرب تشابتر 2 كمان بالستوري. اوكي واي دونت وي ستارت ذا فيرست تشالنج. لا هيك حيصير. طيب انا هلا حاعمل بوز لانه شكله حيطول كتير التوتوريال مشان ما يضيق خلقكم. خليني ثواني. ويكلي ريبورت. شو هي؟ هي اللوجين. اوف 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 اخذتهم على اللوجين. اذا الفوت هون بيطلعوا لي. لا هذا شكله اخذتهم وخلصت. طيب هلا كيف الواحد ممكن يطلع من هون من التوتوريال؟ ويكلي ريبورت انفورميشن. طيب خليني اتعلم كيف ارجع اطلع من هون وبرجع لكم. فهلا طلع انه لازم اخلص اول شابترات مشان يوصلوني لهون. هلا انا على حسب ما فهمت هي فرقي هي هذا مثل جايد. اعتقد هون فيك تعمل ريرول لحتى تشبع. اوكي بريميوم ريكروت في ريكروت. في مايلج بتجمعه بيعطوك فريدوم. Let's try to recruit someone more special. Have selection. Press. هون فيك تنقي هيرو اللي بدك اياه. هلا انا اللي قريته انه برناديت. هي اسمها برناديت. Let's try now. Press the confirm button. خلينا نشوف. شوفوا السامونينج انيميشن تبعها. A new companion has arrived. صراحة الانيميشن كتير هذا دائما بيطير بيروح على بعيد. هون بيجي ستاك اب وان مور فيكتوري. اوكي انا خايف اكبس كونفيرم يوم يعطوني هذا الشيء. تعال نعمل سكيب. لا يمكن اتين يمكن اتين. اوكي ما بدنا اياه. انا حسب ما بشوف شو بعد الفقشة بيقول لك عمال سكيب بعد الفقشة. A new companion has arrived. هلا ما في رينبو هلا. A villain should be punished. ما في 5 ستار. الحلو انه انت فيك تنقي شخصية اللي تبدا فيها. في كتير ألعاب وتبدأ بيعطوك مثلا فري بول وخلص ما بيقولوا لك نقي الشخصية اللي انت بدك تبدأ فيها. هلا هيدا تطلع رينبو ولا شلون؟ اعتقد اذا ما في علامة رينبو على هذا. لسه ما عرفت. A new companion has arrived.
ما بعرف هلا شو الانيميشن بالضبط اللي بيطلع للرينبو. هلا هي بتوقع بس ما في رينبو. Why didn't you just go away? سكارلت. لا انا اللي سمعته انه بدنا برناديت ولا برجاديت. شوف طيب قبل ما تفعش ايديها شو بصير. بس حلو الشعور انك تضل تعمل بلات هيك تعمل سمنز ببلاش على كيفك بس بدي اخلعك شو تعمل سمنز. آه ما في رينبو. You're not even close to me, challenger. You're not even close to challenger. شكلهم بيعرفوا انا شو رانكي بال سيفن ديدلي سينز. عم يعايرني. Well, this was not. نفسه. نشوف. هاي رينبو. هاي هي. مين هي؟ I feel evil energy. تاليا. We must get going. تاليا ما نصحونا فيها. طيب انا هلا حضل اعمل سامونز لحتى يطلع لي الشخصيه اللي بدي اياها بعدين برجع لكم. فانا بعد يمكن 4 ساعات من ري رول وانا عم بعمل على البانر اللي هي الفري اللي بيعطونا اياها سيلكتر كانت تحت هاي. بعد مليون محاوله طلعت بهي باراكا. باراكا 5 ستارز. فتحت شفت عنا فتحت قريت شوي عنا. شخصية كتير قوية طلعت سينجل تارجت بتعمل دمج. فقلت لحالي خلص بما انه عم جرب اللعبة بس خلينا نجرب الشخصية هاي. بصراحة انا هاي اللعبة بدي كتير لسه لحتى اتعلم عليها تماما بس من كانطباع اول لقلي باللعبة كتير حلوة بصراحة. والانيميشن تبعها كتير 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 جميل خاصة الجرافيكس بيورجوك كيف مثلا لما بدك تعمل فينيشنج بيعملك سلو موشن وهالقصص. فكتير عجبتني ويمكن كمل فيها والله بصراحة ألعب لي شوي لأنه مثل ما قلت لكم هلا حاليا ب 7 Deadly Sins عندي ما كتير في شغلات أنا بالنسبة لي أعملها هلا بما أنه خلصت النص استامينا. خلصنا فارم النص استامينا عم حاول ألعب الديليز تبعاتي كل يوم فرم شوي طور شوي بهالجير. بس مبدئيا ما في شيء اللي هو بده قعده طويله قعدات طويله على اللعبه مشان تلعبها. وعم حاول اجرب العاب جديده بشكل عام منوع المحتوى شوي. اذا عجبكم الموضوع هذا وعجبكم طريقه تجريب الالعاب الجديده اكتبوا لي تحت بالكومنتس شو رايكم. اذا في العاب انتم جربينها قبل هيك وعجبتكم وجعبالكم نزل عليها فيديوهات احكوا لي. انا مثل ما قلت لكم هلا صرت عم بلعب بلاك كلوفر وعم بلعب هي اللي هي اكسوز هيروز و 7 ديدلي سينز. فاذا في كمان شيء العاب برايكم انه ممكن بيستاهلوا التجربه اكتبوا لي بالكومنتس. اذا عجبكم الفيديو طبعا لا تنسوا تدعموا القناه باللايك والسبسكرايب والشير. اشوفكم على خير.